أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 459244 فحص جديد لفيروس كوفيد 19، كشف عن 2291 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 843030 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1014 حالة جديدة من المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 776186 حالة. هذا وتم الكشف عن وفاة حالة واحدة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2240 وفاة. وعلى صعيد اللقاحات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 13912 جرعة جديدة من لقاح كوفيد 19، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 23,527,779 جرعة.